تعالوا بقى نروح نشوف يعني احتفالات اللاعبين واللقاءات اللي اتعملت مع اللعيبه من خلال هذا التقرير، ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. بشكر اللعيبه، الحمد لله على الفوز والاداء، و يعني الحمد لله احنا راضيين بالمركز الثالث. احنا كنا جايين نلعب على اول او ثاني، بس الحمد لله قدرنا نحقق ميداليه. حابب اشكر اللعيبه الرجاله طبعا، واحد واحد، من اصغر واحد لاكبر واحد. بصراحه ما فيش حد دخل علينا بنقطه عرق واحده. الحمد لله بشكر اللعيبه طبعا، واللعيبه اللي بره طبعا برضو. بصراحه ما حدش فيهم اثر في اي حاجه، والحمد لله بشكر الجمهور طبعا والجهاز الفني واحد واحد، والحمد لله. حاسس بيه بعد ما كسبنا اول ميداليه في كاس العالم؟ لا الحمد لله، شعور طبعا الواحد مش ما يتكلم طبعا، مش هيقدر يوصف اللي هو فيه. النادي الاهلي دايما بنلعب على بطولات. النادي الاهلي معروف في العالم كله. حابب اشكر اللعيبه تاني وثالث مره. احنا يمكن ما فيش حد اثر في البطوله، والحمد لله، وان شاء الله قدامنا بطوله تانية باذن الله نركز فيها ان شاء الله. تقول الجمهور النادي الاهلي بعد؟ لا، بشكرهم طبعا على الدعم ده للعيبه كلها طبعا، معانا من اول البطوله. الحمد لله، انا بقول لهم طبعا نفرح النهارده ان شاء الله، وان شاء الله نركز في البطوله الجايه باذن الله. الحمد لله طبعا، يعني مكسب مهم جدا. اللعيبه كلها كانت مركزه ان احنا يعني الحمد لله نرجع بميداليه، ما يبقاش زي السنه اللي فاتت. يعني احنا عملنا اللي علينا ولعبنا قدام فرق كبيره، بس الحمد لله يعني اللعيبه دي اثبتت ان هي تقدر ليها تلعب قدام اي فرقه. الحمد لله ربنا كرمنا بمجهود اللعيبه ومجهودنا ومجهود الجهاز الفني والتعليمات وكل حاجه. الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نرجع بميداليه، يعني الحمد لله. قليل قوي ان هتلاقي جيل زي ده بصراحه، يعني جيل ما بيشبعش، جيل عايز كل سنه. يعني الحمد لله احنا السنه اللي فاتت خدنا 5 بطولات، بنوصل كاس عالم، بقى عندنا طموح ان احنا نلعب على اي فريق، حتى لو الفريق ده فريق بيلعب في اوروبا، بيلعب في اي قاره. يعني شايف ان كواليتي اللعيبه اللي موجود الحمد لله دلوقتي يعني يقدر يلعب قدام اي حد، يعني الحمد لله. يعني نفسنا طبعا نوصل للنهائي، وكان في ايدينا وضيعنا فرص كتير. لو كانت اي فرصه من الفرص دي جت، كان يعني شكل الماتش كان هيختلف تماما، بس الحمد لله يعني ده نصيب بتاع ربنا. ما كانش فيه شويه توفيق، احنا يعني بتشتغل وبتعمل اللي عليك، والتوفيق ده بتاع ربنا والنتيجه بتاعت ربنا يعني في الاول وفي الاخر. ف يعني ما فيش نصيب ان احنا نوصل نهائي، فاكيد ربنا شايل حاجه احسن يعني. فاحنا الحمد لله راضيين طبعا، مركز الثالث عالم الحمد لله. ما لا ما فيش حاجه ولا موضوع ولا حاجه، يعني هو الاجواء بتبقى حلوه بصراحه. يعني اجواء كاس العالم بتبقى اجواء جميله، بتخلي اي لعيب يطلع اي حاجه عنده. الملاعب، التنظيم، كل حاجه كويسه في كاس العالم بصراحه. يعني انا من البطولات المحببه ليا يعني. وكمان بتقدر تلعب كره حلوه، بتلعب قدام فرق كبيره، بتخليك تحس ان انت فعلا لعيب كره محترف، بتلعب بشكل كويس، بتادي احسن اداء، عايش كره قدم بس، ما بتعملش اي حاجه تاني. فمن احسن البطولات اللي انا بحبها يعني بصراحه. جمهور بيشجع 90 دقيقه وصوتهم عالي، اللعيبه كلها سامعه صوت الجماهير، واحنا في الماتش بيديك حافز وبيديك كده، بيزقونا ان احنا نعمل حاجه كويسه بصراحه. جمهور الاهلي حاجه جميله يعني بصراحه، يعني بجد يعني نفسي ان دايما تفضل الملاعب في مصر بقى بنفس الجمهور ده ونفس الناس، ونسمع تشجيعهم دايما، وهم دايما بصراحه ورانا في كل حته. بس انا نفسي الماتشات في مصر تبقى كلها متقفله بالجماهير، ما تبقاش عدد معين يعني، بس ان شاء الله قريب يعني. حاجه نفتخر بيها ونفرح انه نكون حتى ولو جزء بسيط من النادي الاهلي. لكن مش علي معلول، انا نشكر كل اللاعبين اللي موجودين، اللي مديني الدعم الكامل والحب الكامل ان يكون موجود وسطهم. الحمد لله نشكرهم برشا على الاجواء اللي كانت موجوده من طيله المعسكر هذا. ان شاء الله ديما يكون علي معلول عند حسن الظن ان شاء الله. حضرنا للمقابله في اجواء باهيه، عملنا شوط اول ممتاز،
لكن دخلنا شويه في الاستسهال بعد الهدف الثاني اللي خلانا نقبل هدف في اخر الشوط الاول. بدايه الشوط الثاني ما كانتش ممتازه، لكن الحمد لله شخصيه البطل وشخصيه النادي الاهلي كانت موجوده اليوم، وقعدنا لاخر دقيقه من المقابله مركزين وقدرنا نسجل 4 اهداف. الحمد لله على الاهداف اللي تسجلت اليوم، لكن مش علي معلول اللقاء برك، فما لاعبين النادي الاهلي كلهم قاده وكلهم لاعبين كبار وكلهم عندهم شخصيه اللي تخليهم يكونوا موجودين في نادي كبير كما نادي الاهلي. نشكرهم على الاداء وعلى الروح اللي كانت موجوده، والف الف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي مره اخرى. جمهور النادي الاهلي عودنا في كل مسابقه عالميه او افريقيه يكون موجود باعداد كبيره ويكون هو السند للاعبين، هو اللاعب رقم واحد، هذا اللي تعودنا عليه من جماهير النادي الاهلي، وان شاء الله نكونوا فرحناهم. وان شاء الله قدامنا طول الوقت، ان شاء الله باش نحضروا السوبر المصري، ان شاء الله نتوجوا به باش نكملوا ان شاء الله السنه هذه على خير ان شاء الله. طبعا جمهور عظيم، ما شفتش زيه في حياتي ولا عمري هشوف زيه تاني. طبعا احنا كنا بنتمنى ان احنا نحقق اول عشان نرضيكم، بس حاولنا على قد ما نقدر، والحمد لله ربنا كرمنا بتالت برونزية، وان شاء الله خير في البطولات الجاية ونرجع بالسوبر ان شاء الله القاهرة. علي معلول طبعا انا بتعلم منه دايما وبحبه بره كورة وجوه كورة، وده شخص بالنسبة لي عز عليا جدا ومن اطيب الناس اللي قابلتها في حياتي. طبعا بحب اشكره وربنا يخليه دايما بالنسبة لي هو احسن باك ليفت في افريقيا، فان شاء الله الجاي خير ان شاء الله.